مرحب بكم من جديد مشاهدي ومتابعي اليوم السابع، وبنبارك النادي الاهلي على الرقم رقم 7 وتتويجه بالسوبر الافريقي على حساب نهضه البركان المغربي بعد الفوز بهدفين دون رد احرزهم محمد شريف وصلاح محسن. هنتكلم عن حكم النهارده طاهر الجزائري مع الكابتن عادل عقل خبير التحكيم. برحب بيك يا كابتن وبارك لك على فوز النادي الاهلي. اهلا بحضرتك وكل الساده مشاهدي ومتابعي التلفزيون اليوم السابع. كابتن محمد، شفت حكم النهارده ازاي؟ طاقم حكام طبعا جزائري، طبعا ده واحد من حكام النخبه الافريقيه ومرشح لمونديال 2022، ويعني انا يعني اصبح دلوقتي واحد من افضل 5 حكام في القاره السمراء. وده طبعا لو حضرتك تتذكر طبعا كان هو حكم مباراه نهائي دوري الابطال الاهلي والزمالك، مباراه اللي هي المباراه الشهيره اللي سموه نهائي القرن بين القطبين، والفاز بالاهلي بهدف 2-1 بهدف قفشه في الوقت القاتل. يعني النهارده مصطفى غربال هو يعني حكم جزائري 36 سنه دولي 2014 معانا طاقم الحكام. الطاقم ده الجزائري ده بيتحرك يا كابتن محمد في ماتشات افريقيا وفي ماتشات اللي بتسلم الاتحاد الدولي مع بعض. يعني هم دول زي ما الاتحاد الافريقي بيحدد بيختار الاتحاد الدولي بيختار طاقم بيتحركوا في المباريات اللي تسند ليهم. برضو في البطولات برضو كان موجودين الثلاثه في كاس افريقيا 2019 اللي استضافته مصر في 2019 هنا. طبعا معانا قلنا مصطفى غربال دولي. هو كابتن الطائم ده بيبقى بناء على اختيارات اللي هو حكم الساحه ولا الاتحاد الافريقي؟ لا الكاف هو اللي بيختار الطاقم اللي بيتحرك، زي ما كان جهاد جريشه معاه الدولي المصري تحسين ابو السادات ومعاه الحكم المغربي. كان النهارده مصطفى غربال، النهارده خلي بالك مصطفى غربال ده كان مصنف من سنتين تقريبا رقم 2 بعد مهدي عبيد طبعا بعد مشكله الاهلي والترجي ما تواجدش في الفتره الاخيره. فمصطفى غربال 36 سنه دولي 2014، مساعد الاول الجزائري عبد الحق الشيلي. عبد الحق الشيلي ده اقدم واحد في الطاقم كله حتى في حكام الفار. 40 سنه دولي 2009. المساعد الثاني اللي هو مقران قوري ده 39 سنه ودولي 2014. الحكم الرابع الكونغولي جان زاكسون 34 سنه ودولي 2013. تقنيه الفار وهنقف عندها بالظبط دقيقه لان هنا طبقا للقانون وطبقا لبروتوكول الفار، تقنيه الفار فيها ثلاثه في الكابينه، ده اللي بينص عليه البروتوكول وده اللي بيطبق في كل الدول اللي بتطبق الفار. عندنا اثنين ودي مشكله هنقولها سريعا ليه. تمام. كان موجود مسؤول عن تقنيه الفار الثلاثي القطري عبد الرحمن الجاسم، ده حكم فار 34 سنه ودولي 2014. والخميس ومعانا على الشاشه عبد الرحمن الجاسم ده سعود احمد ده المساعد اللي موجود في الفار، لكن خميس المري ده مساعد فار 37 سنه دولي 2010. وسعود احمد ده مساعد حكم مساعد موجود في الكابينه ده 33 عام دولي 2014. ليه ده موجود في الكابينه؟ بص هقول لك سريعا مهام كل واحد فيهم. عبد الرحمن الجاسم هو قائد كابينه الفار. تمام. هو اللي بيدير الحوار بينه وبين حكم الساحه. تمام. وهو اللي بيراجع الحالات وهو اللي بيستدعي حكم الساحه. تمام. طيب خميس دوره ايه؟ بص حضرتك خميس دوره وعبد الرحمن الجاسم بيراجع الحاله داخل الكابينه. خميس بيتابع اللايف، لان ممكن جدا يحصل حاجه واللايف بتشوف حضرتك ان احنا احيانا يستدعوا الحكم بعد مثلا 30 ثانيه او 40 ثانيه من المخالفه. تمام. بيكون في لايف، هي الحاله بتجيله من المسؤول على الاوبريتور الاوبريتور وبيراجع هو عبد الرحمن الجاسم. وخميس لازم يكون خميس الفار ده ليه فار ده بيعمل ايه؟ بيتابع اللايف والحكم والراجل قائد الكابينه بيتابع. طب دور بقى سعود احمد ده التسلل والتدخل فقط، يعني هو رغم اول منوط بتقدير التسلل والتدخل وهيبلغ عبد الرحمن الجاسم بقراره او باللي هو شايف مش قراره باللي هو شايفه عشان الجاسم يتواصل مع حكم الساحه. لازم نقف عند موضوع عند الفار بقى. النهارده الفار تدخل 3 مرات في المباراه، في كل مره يا كابتن محمد بيدي كونفيرم او ثلاث مرات زي عندنا بالظبط. زي عندنا بالظبط 30 ثانيه في الشوط الاولاني مرتين يا كابتن محمد. تمام. و30 ثانيه في كل مره 30 ثانيه في واحده فيهم قال له كونفيرم على مخالفه هي خارج ال 18 ولا داخل ال 18 كانت على ياسر ابراهيم،
وهو قال له من خلال الكوميونيكيشن سيستم عبر التواصل السريع ان الكره خارج ال 18، اكد له القرار ما فيش فيه انذار، والحكم قال ما فيش فيه انذار. وبعد كده كان في لعبه تاني هجمه على لصالح النادي الاهلي برده في الدقيقه 20، تواصل معاه كابينه الفار وبرده 30 ثانيه بالظبط، ومن خلال الكوميونيكيشن عشان بس الناس تعرف ان ليس بالضروره في كل الحالات يتم استدعاء الحكم الى الشاشه. تمام. اوكي. طبعا احنا عندنا مشكله اتنين ليه يا كابتن محمد، لان احنا طبقنا الفار وتسرعنا في تطبيق الفار وما عندناش حد خالص يا كابتن. عندنا 45 رخصه بين كابتن لغايه دلوقتي، 54 حكم، 54 رخصه كلهم حكم ساحه. تمام. فيما عدا محمود ابو الغال واخد رخصه من الكاف. تمام. الغريب بقى اللي انا عايز اقوله حضرتك ان احنا ليه عملنا كده، احنا طبقنا بسرعه، ولجنه الحكام المسؤوله في الفتره دي بقياده الكابتن جمال غندور هي المسؤوله عن التطبيق السريع للفار، وهي المسؤوله عن عدم وجود حكم مساعد في الكابينه، او عن عدم وجود ثلاث حكام في الكابينه طبقا لبروتوكول اللي بيطبق في كل دول العالم بيطبق الفار. تمام. اوكي. نرجع بقى للحالات النهارده. الراجل ده عنده ثقه، عنده هدوء. الشوط الاولاني من المباراه مختلف عن الشوط الثاني، وهنقول ليه دلوقتي سريعا. النهارده كان الثقه والهدوء كانوا سيطروا عليه في الشوط الاولاني، واعتقدنا ان هو هيكون انذاراته هيحاول يكون يتدخل هادف اول ماتش بشخصيته ويفرض بشخصيته. تمام. ولكنه اشهر بطاقه صفراء فاكتر من مناسبة، لكن كنت نتمنى ان يكون المعيار في تقدير العقوبات الانضباطية هو معيار واحد على الفريقين طوال 90 دقيقة. لكن عايز اقول حاجة، يمكن غربال يعني دي تبقى يعني هو يرفض يعني تزعله، هو النتيجة تعصل بالنتيجة، وده هنقوله واحنا بنحلل مع بعض حضرتك. تمام. عندنا انذار لحسين الشحات، او نقف عند الانذار ده. الانذار ده كنا احنا قاعدين بنتفرج على المباراه، بنتابع المباراه انا وحضرتك والكابتن احمد عادل، هو انذار مستحق، لكن اللي عمله مصطفى غربال مرفوض. انا ما ينفعش اجري واروح بالمشهد ده وامسك والمسه واحاول اقول لا، هو انا اقول له من فضلك اطلع من اقرب نقطه لخط التماس القريبه منك. طب انا هشاور له على المكان، اذا ما طلعش منه ونفذ يا كابتن محمد اشاور له البطاقه الصفراء وانا مكاني. النهارده غربال كان ممكن يتسبب في طرد حسين الشحات. ليه بقى حضرتك؟ لما يلمسه ويحاول يمنعه. طب لا، لو حسين الشحات دفعه بايديه هيحصل تشاي يعني كلوفز او لا خلاص هيحصل احتكاك شده وازمه بايديه. يعني ايه؟ يعني بطاقه حمراء. يبقى مين اللي تسبب في شرب البطاقه الحمراء؟ هو الحكم سبب في اشهار بطاقه حمراء للكابتن. وده طبعا يعني مشهد مرفوض من حكم كبير. طبعا عندنا هو اشهر بطاقه صفراء لايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وحسين الشحات. لسه نازل. ايوه علي معلول لسه نازل. ايوه هو وحسين الشحات ومحمد هاني وكهربا. من انذار علي معلول دي نقطه تحول في المباراه. انا شايف ان هو انذار علي معلول. تمام. حدث بعد كده في مقابل هم اشهر بطاقه صفراء وحيده، اشهر بطاقه صفراء وحيده للبوركينو يوسو دايو للاشتراك للتهور مع محمد الشناوي. تمام. انا شايف النهارده ان هو في الشوط الثاني من بعد انزال علي معلول معايير تقدير البطاقه الصفراء تمام كان مختلف، وشعرت ان هو بيتعاطف مع فريق مع نهضة البركان، وده مش مفروض. انا كحكم لا اتاثر بالنتيجه ولا اتاثر بما حدث في المباراه. انا بطبق القانون. عندنا النهارده كان لازم يكون في بطاقه حمراء ثانيه، بطاقه صفراء لياسر ابراهيم، وده اللي احنا قلنا عليه لياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي، وبطاقه صفراء ثانيه وبالتالي كارت احمر لاوسف اللي هو البوركيني دايو في الدقيقه 88 تغاضى عنها. تمام. وفي عندنا العربي الناجي كان عنده بطاقه صفراء برضه، لاعب بتهور، ومحمد فرحان ثلاث بطاقات صفراء تغاضى عنهم لفريق. ممكن الكابتن يكون بيعوض ان هو كان متسرع في الاول خالص بانذارات ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ما فيش في القانون كده كابتن محمد بيعوض، ما فيش في القانون كده خالص اطلاقا. هو النهارده في انذار ثاني لياسر ابراهيم، ومن ثم البطاقه الحمراء انذار ثاني للبوركيني دايو. تمام. ومن ثم البطاقه الحمراء. عندنا انذارين للعربي التاجي ومحمد فرحان نفس الاخطاء، لان في محمد هاني تمام انذار هو متسرع فيه، ومحمود كهربا هو انذار متسرع فيه. لازم اقف عند المساعدين النهارده عندهم ثلاث حالات تسلل وسمحوا باستمرار اللعب في اقصى من هجمه مؤثره كانوا على مستوى المسؤوليه.
بشكر، انا بشكر كابينة الفار على النهاردة ادي الدرس تمام لكيفية تطبيق بروتوكول الفار لحكامنا ولكل الحكام اللي بتتابع المباراة. يعني طبعا الامكانيات هناك كبيرة كابتن ومتاحة اليوم في كابينة الفار، عكس هنا طبعا بنواجه ازمات في المعدات والاجهزة والكاميرات. كل التوفيق طبعا بنبارك للنادي الاهلي، ويعني وبطولة جديدة يعني 7 ألقاب سوبر افريقي، وهو رقم واحد دلوقتي في الاكثر تتويجا ببطولة سوبر افريقيا، ليه الزمالك ب4 ألقاب. بشكرك كابتن عادل ودايما بتمتعنا. ربنا يخليك، انا اللي بشكر حضرتك وبشكر كل الساده المشاهدين ومتابعي تلفزيون اليوم السابع يا كابتن محمد. شكرا مشاهدي ومتابعي اليوم السابع، وانتظرونا في التحليل الجديد. زمالك الجونه ان شاء الله. شكرا.